الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد من قناتكم قناة أوتوميشن ورك تايم. في البداية أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده مكمل للفيديو اللي فات، وعلشان الفيديو اللي فات كان طويل ما قدرتش ان انا اخلي الفيديوهين مع بعض، فرأيت ان انا لازم اعمل فيديو منفصل علشان اكمل بيه الشرح. عشان كده رجاء وتفضلا ان انتوا ترجعوا للفيديو اللي فات قبل ما تشوفوا الفيديو ده علشان يكتمل الموضوع وتكون انتوا شايفين الموضوع بشكل متكامل. رجاء مرة اخرى ارجعوا للفيديو اللي فات علشان نبدأ نفهم ونبني المعلومات الجديدة اللي هنقولها في الفيديو ده مع الفيديو اللي فات. نبدأ على بركة الله. ازاي البي ال سي بيستقبل الوايرنج بتاع الانكودر؟ احنا شفنا في الفيديو اللي فات ان احنا البولت بتاع الانكودر اللي هو بيغذي الانكودر سواء الزيرو او البلس، وشفنا ان هو بياخد الوان معينة علشان يغذي الانكودر. بعد كده شفنا اللي هو التراك 1 او الطرف 1 والطرف 2 A و B، وكان في زد في الفيديو اللي فات، وممكن كمان نستقبل اربع اطراف. طيب الزيرو فولت بيروح مع الزيرو فولت، والبوزيتيف بيروح مع البوزيتيف، بيبقى هو كده الانكودر اتغذى بال 24 فولت بتوعه. الطرف الاول اللي هو بتاع الانكودر اللي هو بتاع التراك او بتاع الطرف الانبوت الاولاني بيوصل لاي انبوت بنختاره على حسب الديزاين وعلى حسب السوفت وير، فبيجي على اما طرف انبوت 01 او ممكن انبوت 00 على حسب ما نختار، بنختار الانبوت 02، والطرف الثاني بيروح للانبوت 03، ولو في طرف ثالث هيروح للأربعة، ولو في طرف رابع هيروح لخمسة. طيب كده يبقى احنا وصلنا للانبوت، وبتبقى الإشارة عبارة عن سويتشز زي ما احنا خدنا، احنا قلنا سكوير ويف، فالسكوير ويف يعني معناها اون اوف او زيرو وان، وبالتالي ان هو بيستقبل الانبوت بيستقبل كسويتش. يبقى كل انبوت من دول من التراك او من الاطراف بتاعه الدخول بيبقى عباره عن سويتش، اما ان هو يبعت سيجنال او ما يبعتش. البي ال سي بيستقبل الاشارات دي كلها وبيبدا ان هو يترجمها لشفره معينه زي ما هنشوف بعد كده. طيب خدنا الاطراف بتاعه الانبوت بتاعتنا، بيطلع لي وحدة الاوتبوت، الاوتبوت يبدأ ان هو يخرج لود واحد على زيرو او لود اتنين او لود تلاتة على حسب زي ما قلنا السوفت وير والديزاين. طيب احنا كده وصلنا ان احنا عرفنا اطراف الانبوت، وهي على فكرة بتكون موجودة على الانكودر نفسه، بيبقى موجود الالوان وطرف انبوت واحد وانبوت اتنين وانبوت تلاتة، كل على حسب كل حاجة بتاخد لون معين. طيب وده بينطبق على الانواع بتاعه الانكودر سواء الابسوليوت او الانكريمنتال او الروتري او اللينير. طيب احنا دلوقتي هناخد مثال وهنبدا ان احنا نشوف في حاله الابسوليوت انكودر بيشتغل ازاي سواء اللينير او الروتري، وفي حاله الانكريمنتال انكودر بيشتغل ازاي وبيستقبل ازاي وبيتعامل ازاي مع البي ال سي. طيب احنا عندنا ان هو ده الكود ديسك في الابسوليوت انكودر، وده الانكودر من جوه، وده نفس الحكايه اللي احنا بنقول عليه ده الليد، وبيبدا ان هو يبعت الضوء، الفوتو ترانزستور بيستقبله وبيبدا يخرج اشارات. ده التراك قلنا 1 2 3 4 تراك، فبيخرج لي 4 سيجنال باربعة واير، وبيبقى احنا عندنا الاربعه انبوت بتوعنا بيبدا بيخرج على عن طريق السكوير ويف زي ما قلنا اون اوف 1 2 3 4، وبيبقى كل واحد ليه الحاله بتاعته على حسب التراك وعلى حسب الوضع بتاعه زي ما قلنا. بيبدا البي ال سي بيستقبل الجزء الانبوت 1 الانبوت 2 الانبوت 3 والانبوت 4، وبيستقبلهم عباره عن اما 0 اما 1، وبيبدأ من خلال المعالجة داخل البروسيسور او داخل السي بي يو بيبدأ ان هو يخرج
الاوتبوت بتاعي. طيب ايه اللي بيحصل بقى من ساعة ما الانكودر بيبدأ ان هو يبعت الانبوت بتاعه وبيبدأ يبعت الشفرة بتاعته؟ احنا قلنا ان الديسك او الانكودر بيدور مع الماكينة. طيب وقلنا قبل كده في الفيديو اللي فات ان الانكودر في حالة الاربعة تراك بيتقسم لستاشر جزء، وكل جزء 22 درجة، فبيبقى الجزء واحد بيبقى بياخد إشارة طبقا للتقسيمة بتاعة التراك، بيبقى 0 0 0 دي شفاف بتاخد 1، يبقى 0 0 0 1، يبقى 0 0 0 1 يبقى هي المنطقة واحد، هي في المنطقة واحد. طيب خد الإشارة بيبقى هنا الانبوت واحد بيبقى 0، ما بيجلوش أي فولت. الانبوت 2 بيبقى 0، الانبوت 3 بيبقى 0، انبوت 4 بيجي له فولت. طب لما يجي له فولت من خلال البروسيسنج ومن خلال السوفت وير اللي محطوط، بيبدا يقول انا عند المنطقه واحد او الشفره 0001، يبدا يخرج اوتبوت للسولونايد فالف ده. طيب السولونايد فالف ده بيشغل ايه؟ بيشغل بيستون. البيستون ده فيبدا البيستون يتحرك ويخرج لقدام. طيب اتحرك البيستون، بيبدا الانكودر بيدور مع الماشين، بيفضل يدور 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 لحد ما يوصل عند النقطه مثلا 11. 11 بيبقى 1 0 1 1 1 0 1 1. طيب دي بدات عند النقطه 11، ارى وصل عند الانبوت بتاعي 1 0 1 1، فبيقول ان هو عند 11، فبيبدا ان هو يلتقط الشفره دي البروسيسور ويقول ان انا اعمل ستوب للفالف في المنطقة دي. يبقى في الحالة دي عند منطقة واحد عمل لي ستارت، جالي الاشارة 0 0 0 1 0 0 0 1، عند المنطقة دي عمل لي ستارت للفالف، تشغيل شغل الفالف، شغل لي بيستون. لما لف الانكودر مع الماشين وصل عند النقطه ديت 1 0 1 1، يبقى وصل عند جات لي الشفره ديت وجات لي الاشاره ديت، وبدا الانبوت يحس ان ده النقطه الاولانيه او الانبوت الاولاني 1، الانبوت الثاني مش مدي حاجه 0، الانبوت الثالث 1، الانبوت الرابع 1، بيقرا الشفره ديت يقوم يعمل ستوب للفالف، يقوم يرجع البستون لمكانه. وبالتالي كل ما يدور الماكينة عند واحد يخرج البستون ويشتغل، عند 11 يقف البستون ويرجع لمكانه تاني، وتفضل الماكينة دايرة بالشكل ده. طيب في نفس الوقت انا عندي انبوت تاني بيجيلي عند الاثنين، انا ممكن في الاثنين اجي جاي مشغل فالف 2، يبقى واي 2 او سولونايد فالف 2، طيب يشغل لي برضو بستون اخر عن، ويجي يوقف البيستون ويعمل له في حالة الستارت بيشغله عند 2، ممكن في حالة الستارت الستوب بيشغله عند 10 او عند 12 على حسب الديزاين. يلف برضو عند 3 يقرأ كود اخر، الكود الاخر ده يعبر عن انبوت اخر او نقطة ستارت للفالف، لفالف تاني او لفالف تالت، يبدأ ان هو يعمل ستارت، وعند منطقة تانية ياخد اوردر بشفرة اخرى ان هو يتوقف عند مثلا نقطة 14. يبقى احنا اخدين 1 يقف ستارت، 11 ستوب، 2 ستارت لفالف تاني، 12 ستوب، 3 ستارت لفالف تالت، وممكن يقف عند 8 ستوب، وهكذا. يبقى احنا خدنا شفرة بيعمل بيها ستوب ستارت للفالف، وشفرة اخرى في موضع اخر يعمل لي فيها ستوب للفالف، يبقى البيستون طول ما المكنة شغالة ينزل يعمل يؤدي وظيفة في المنطقة دي ويخرج تاني في المنطقة تانية، بيستون تاني ينزل يؤدي وظيفة وفي منطقة تانية يرجع مكانه، يبدأ يدور وبيستون تالت وهكذا. يبقى الماكينة ماشية بشكل متناسق بكل كل منطقة ليها انبوت ستارت ومنطقة تانية بيبقى ستوب، وهكذا. ان احنا نقدر ان احنا من خلال السوفت وير ومن خلال المعالجة في البروسيسور نقدر ناخد الشفرة بتاعة الانكودر اللي هي عبارة عن دي، وتبقى هي ديت نقطة للستارت ونقطة للستوب،
ويبقى بوزيشن معين، ويبقى هو بيقرا بوزيشن معين، بوزيشن ليه بيعمل ستارت وبوزيشن اخر بيعمل ستوب، وتفضل الماكينه تدور وبتدي نفس الدرجه ونفس الحكايه زي ما احنا خدنا مثال الماكينه البولونج في الفيديو اللي فات. طيب علشان نبسط العمليه هنبدا ان احنا نحطها على اساس ان هي الجزء ده هو البي ال سي، وهنا انبوت 1 انبوت 2 انبوت 3 انبوت 4، والرقم بالديسيمال هيطلع لي ايه، والاوتبوت بتاعي هيبقى ايه. فهنا لو احنا عندنا الانبوت 1 0 0 0 وانبوت 4 1، يعني معنى كده هيعمل لي الديسيمال بتاعي 1، يبقى في الحاله ديت واي 1 هيبقى اون. ولو جينا لانبوت 1 1 وانبوت 2 0 1 1 هيعمل لي الرقم 11 زي ما احنا قلنا في الديسيمال، يعني معنى كده هيبقى في منطقة 11 هيبقى واي 1 اوف. ده على سبيل المثال. طيب هل هو ده كل دائرة التحكم بتاعتي؟ لا، هي ممكن يخش عناصر اخرى في الانبوت علشان الاوتبوت يتحقق ويبدأ يخرج. يعني معنى كده ان ممكن يخش سنسور اخر، ممكن يخش عوامل اخرى، عناصر اخرى، لكن احنا من هنا بنبسط العملية علشان نعرف بس دور الانكودر في عملية التحكم. اللي فات ده كان ابسوليوت روتري انكودر ويكشف عن روتري موشن او حركة دائرية. ماذا عن الابسوليوت روتري انكودر والذي يكشف عن حركة خطية لينير موشن؟ ازاي نفصل العلاقة بينه وبين البي ال سي؟ ورغم ان انا كنت بحاول ان انا ابعد عن شرح الديجيتال الكترونيكس على اساس ان هي ممكن انها تفرع الموضوع ونبدا ان احنا نتشتت شويه، لكن حضر ان انا الخصها بشكل سريع جدا. الانكودر متركب مع الموتور وبيتحرك حركه زي دي، بيبدا ان هو يتحرك زي ما بنشوف احنا في السي ان سي في المخرطه او في ماكينه الحقن اللي احنا شفناها. طيب في الحاله دي بيتم ظبطه ازاي؟ احنا عندنا هنا ال HMI، بنبدا ندخل رقم معين وليكن مثلا 5، ويبقى هو ده الرقم 5 بيدخل على الوحده دي. الوحده دي بيبقى ماجنيتيود كومباريتور. طيب هنفكركم بحاجه مهمه، الحاجة اللي هي الدايرة دي ده الانبوت بتاعي، ده اللي احنا بندخل عليه، هو ده ال HMI، هو ده الموجود، وده المقارن الكمباريتور او الكمباريتور، هو ده مع الكنترولر او مع البي ال سي. المعالج هنا البروسيس هو الموتور، فبيخرج حركة، بيبدأ الانكودر بيلتقط الحركة وبيبدأ ان هو يعمل فيدباك للمقارن او الكمباريتور. فهي بيبقى هنا هو قراءة الانكودر فيدباك، يبقى هنا الانبوت بتاعنا اللي هو رقم 5 اللي احنا دخلناه، ويبقى هنا الانبوت بتاع الانكودر B1 B2 B3 B4. طيب بيبدأ الكمباريتور بيلتقط اشارة الانكودر وبيبدأ يعمل مقارنة بين قراءة الانكودر وبين القراءة اللي هي دخلنا عن طريق الـ HMI اللي هي A1 A2 A3 A4 اللي هي الباينري، ودي نفس القراءة بتاعة الانكودر. فبيبدأ ان هما الاثنين سواء اليوزر انبوت او الانكودر فيدباك. طيب اذا كانت الاي اللي هي قراءة الـ HMI او الانبوت بتاعنا اقل من البي اللي هي قراءة الانكودر، بيخرج مثلا على سبيل المثال 5 فولت، الخمسة فولت بيروحوا لدائرة operational amplifier، بتبدأ انها تخرجها minus 5، بتبدأ انها تخش على summing power amplifier بتحولها تاني ل plus positive. البوزيتيف بتبدأ ان هي تبدأ تنزل للموتور وتبدأ تشغله في اتجاه عقارب الساعة. طيب في حالة لما يكون القراءة اللي هي جاية من الـ HMI أكبر من القراءة بتاعة الإنكودر، الفيدباك بيخرج 5 فولت مثلا، بتخش على الـ Summing Amplifier بيحولها الماينس،
الماينس بياخدها يروح يحولها للموتور، يغذي بيها الموتور فبيدور باتجاه العكسي. يبقى في حالة المقارن، هو المقارن هو اللي بيخرج الفولت، وعلى ومن خلال المقارنة بيبدأ يتحكم في اتجاه الموتور. يبقى لو الموتور أقل من المقارن، حس ان هو ما قراش خمسة، فما قراش خمسة يعني معنى كده هو ان الـ A أكبر هيدور عكسي، يبقى القراءة اللي هي جاية لها هيدور عكسي لحد ما يوصل للقراءة الانكودر، الانكودر يقراها. في حالة لما الـ A اللي هي قراءة الـ HMI أو الـ Input اللي هي داخلة دي بيتساوى مع قراءة الانكودر، في الحالة دي بيدي اوكي ان هو خلاص وصل الحركة بتاعته وتمت الحركة بتاعته. ده يعتبر الهوم بوزيشن 0000. نبدأ ندخل الخمسة، رقم خمسة اللي احنا اخترناه. مجرد ما بيدخل رقم خمسة اللي احنا اخترناه عن طريق الفليب فلوب، بنبدأ ان احنا نعمل ريسيت ويبدأ الرقم يدخل تاني، يبقى البريسيت بتاعنا خمسة، ويبدأ الكمباريتور يبدأ يشوف شغله، ياخد قراءة اليوزر انبوت وياخد قراءة الانكودر فيدباك ويبدأ يقارن. يبدأ الانكودر يخرج الإشارة بتاعته للـ B1 والـ B2 والـ B3 والـ B4 عن طريق الـ XOR جيت، ويبدأ إن هو يعمل عملية مقارنة. ادي القراءة خمسة عند الـ A1 و A2 و A3 و A4 الـ M. عندنا لسه الزيرو، هيبدأ ان هو يتحرك علشان يبدأ ان هو يشوف لحد يتحرك رقم خمسة. اتحرك الموتور رقم خمسة، تم عمل المقارنة A بتساوي B، وبالتالي خلاص اتحققت الحركة بتاعتنا، ويبدأ يعمل كلير او ريسيت مرة اخرى، ويبدأ الحركة في الاتجاه المعاكس. مجرد ما يتعمل ريسيت يبدأ الاتجاه المعاكس يشتغل، وهكذا. بطريقة مشابهة نقدر نحسب برضو في الانكريمنتال انكودر. احنا قلنا في الديسك الجزء المعتم والجزء الشفاف بيبقوا بشكل متساوي، وبيبقوا على مدار الدائرة بتاعة الديسك، وبيبدأ ان هو يلف ويبدأ يخرج الاشارة بتاعتي سكوير ويف زي ما احنا شايفين. لكن هنا مش بياخد تراك، هنا بياخد بشكل مستمر، بيديني ارقام، بيبقى على طول 010101 على حسب ما بنقرأ. فبيبدأ ان هو بيكون لي نقطة ريفرنس او نقطة الزيرو او الهوم، بيبدأ العد من عندها، وبيبقى دي نقطة الزيرو، ومن الزيرو يبدأ يلف على مدار 360 درجة لحد ما يوصل لآخر رقم هو موجود عنده. فبيبدأ من الزيرو لحد آخر رقم، وليكن مثلا 10,000، بيبقى من زيرو لعشر تلاف، أدي رقم. بيبدأ بقى من خلال الرقم ده يبدأ يقسمه. أنا عايز الديسك ده لما يتحرك من الجزء ده للجزء ده يبدأ إن هو يشغل لي حاجة، ولما يبقى من الجزء ده للجزء ده خد رقم، ومن الجزء ده للجزء ده خد رقم، ومن الجزء التاني للجزء التاني خد رقم تاني، وهكذا. فانت طول ما انت ماشي انت تقدر ان انت تحدد المسافة اللي انت عايز، لان زي ما احنا قلنا في الابسوليوت انكودر بيعمل تشيك على البوزيشن او بيكشف البوزيشن، الموضع بتاع الجسم ايه، وبيبدأ ان هو يدي اوردر، لكن ده بيقيس مسافة. فمن خلال الارقام بيقدر ان هو يحسب مسافة. فبيبدأ مثلا عند رقم معين بيقول انترانس او ستارت للحركة، عنده رقم اخر بيعمل اكسيت او ستوب للحركة، يبقى ستارت او اند. بيبدأ ان هو يبدأ عند رقم معين، طبعا السكوير ويب بيبدأ ان هو يروح على البي ال سي ويبدأ يطلع لي ارقام، وبالتالي يبدأ يطلع كل جزء 0101، يبدأ ان هو يحسب الرقم ده بيديني رقم قد ايه، وعند ما يكتمل رقم معين يبدأ في حركة، وعند ما يكتمل رقم تاني او يبدأ في حركة اخرى. هنشوف مثال عشان نقرب الفكرة. وزي ما شرحنا في ماكينة الانجيكشن اللي احنا خدناها في الفيديو اللي فات، نفس الحكاية. هنا عند ما يبدأ الجزء ده ان هو يتحرك، بيتحرك عند درجة معينة
ويبدأ إن هو يبدأ يمشي مسافة معينة لحد ما يوصل، ويبدأ إن هو يعد. كل ده أرقام، كل حركة من دي بتبدأ start، دي بتبدأ start الجزء ده، الجزء ده بيبدأ start. فبيبدأ من أول ما بيبدأ start الحركة بيبدأ إن هو يتحرك لقدام لحد رقم معين، عند رقم معين بيبدأ stop. يبقى هو بدأ عند رقم معين وتحرك عند رقم معين، لما وصل عند الرقم ده بدأ إن هو ينقل حركة أخرى، دي حركة تانية بدأت لجزء تاني. كل ده إن هو بيبدأ يعبر عن كل ده اللي بيعبر عنه أرقام. رقم معين دخل عمل ستارت، يعني أو عند رقم معين يبدأ البي ال سي يلتقطه يعمل ستارت للجزء ده، وعند رقم معين آخر البي ال سي يلتقطه يعمل ستوب للحركة، وعند العودة أو عند جزء تاني نفس الحكاية. النقطة الهامة بالنسبة للإنكريمنتال إنكودر إن إحنا لازم نظبط، نقوم بظبط الريفرنس بتاعك أو نقطة الزيرو اللي هو بيبدأ من عنده المسافة، لأن وهي بتظبط على فكرة مرة واحدة، وبعد كده بيبدأ يشتغل بشكل أوتوماتيك بدون أي تدخل. هنا بيبقى الإنكودر وبيبقى متظبط مع المطور. إذا لم يتم ضبط الريفرنس بتاعك هيبدأ يحصل اختلاف في الحركة، فعشان كده لازم تظبط الريفرنس اللي هي الزيرو وبيبدأ نهاية الحركة، وبيبدأ يشتغل بشكل سلس خالص وبشكل دقيق جدا. والحقيقة علشان نظبط نقطة الريفرنس أو نقطة الزيرو فهي بتختلف من ماكينة لأخرى أو من ديزاين لديزاين تاني، وكل برودكت بيضع يعني ديزاين محدد او فكره محدده علشان تظبط نقطه الريفرنس. فقد يكون مثلا نقطه الريفرنس ان انت تجيبها عند سنسور معين وتخلي السنسور اون في عند علامه معينه او عند وضع معين او عند مسافه معينه، وتبدا ان انت عن طريق الاتش ام اي تقدر ان انت تتبع خطوات او تجيب رقم معين او مجموعه خطوات مع بعضيها تمثل كاليبريشن او معايره محدده ذو خطوات من 1 2 3 4 لحد ما يبدا البوزيشن بتاعك يتظبط والمسافات بتاعتك تتظبط. فهي لكل ماكينه ليها يعني ملهاش قاعده ثابته، لكن لكل ماكينه ليها قاعدتها الخاصه على حسب الديزاين على حسب نوع الانكودر. وصلنا لنهايه الفيديو، ارجو ان انتم تكونوا استفدتم واستمتعتم وتكونوا ربطتم الفيديو اللي فات بالمعلومات الخاصه بالفيديو ده. القاكم على خير الفيديو القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.